السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا اليوم مقطعنا راح يكون كيف تحصل على هاي الجوائز مجانية أربعة ايموشن قدامكم، بالإضافة للجلايدر وصورة انتظار وللجميع. كيف تحصل عليهم؟ تابع المقطع للنهاية. طبعا قبل البداية اتمنى من كل واحد مو مشترك في القناة اتمنى انه يشترك فيها، وهم شي تأكد انك تفعل زر الجرس ولا تنسى اللايك ولا تنسى كود رايتم شوب YZYDD. طبعا شباب البداية رابط هذا الموقع بحط لكم اياه بالوصف. اول ما تفتح الموقع من الرابط بيطلع لك بالشكل التالي 1 2 3، سجل دخول، العب فورتنايت وهكذا. هاي الجوائز شايفين كيف، هاي المظلة اخر شيء. اول شي بتعمله بتسجل دخول بحسابك اللي بدك عليه الجوائز. بعد ما تسجل دخولك بيفتح عندك الموقع بالشكل التالي. بدي اعطيكم مختصر المفيد بسرعة، بس بدي اياكم تستوعبوا كلامي حتى تطلعوا فاهمين من هذا المقطع. عندك هون خمس شغلات او ست، خمسة. شخصية ناروتو باقي لها 14 دقيقة لتحديها، في تحدي لناروتو كل كل بنقطة. نظام ناروتو بقول لك انا بعطيك نقطة اذا جبت كل. البنت بتفتح تحدياتها بعد 14 ساعة وناروتو بقفل، وراح يكون لها تحدي خاص بالنقطة. يعني ممكن تقول لك انا بعطيك نقطة مثلا اذا فتح الصندوقين. كل شخصية التحدي راح يكون مختلف اتوقع. فهمتوا علي كيف؟ يعني ضايل 14 ساعة لناروتو اليوم الأول، اليوم الثاني بتسكر ناروتو بيفتح البنات ونقطة بتجيبها حسب التحدي المطلوب، والشخصية الثالثة كمان ساسوكي بعطيك كمان نقطة حسب المهمة اللي بطلبها وهكذا، كل شخصية بنقطة. جوائز زيهم ايموشن ناروتو بيقول لك احصل على نقطة على الأقل، فبدك تجيب كل واحد، لأنه هو بيقول لك كل بنقطة، بدك تجيب كل واحد، هي نتيجتك هون. جيب كل واحد، يعني نقطة واحدة بتحصل على الايموشن. الايموشن الثاني تاع ساكورا بعد 14 ساعة اللي هو بكرة الساعة 8 صباحا لما تفتح مهمتها، فبتشوف شو المهمة المطلوبة حتى تربح النقطة. ممكن تقول لك افتح صناديق، ممكن تقول لك اذبح ثلاث وهكذا، فبتعطيك النقطة. هو مطلوب منك احصل على نقطة واحدة على الأقل في اليوم التالي. مهمة ساسوكي كمان بعد بكرة 19 نوفمبر الساعة 8 بعطيك مهمة، بتشوف شو المهمة بتسويها حتى تربح النقطة. بتربح النقطة بتحصل على الموشن بتاع ساسوكي. وكاكاشي نفس الشيء 20 نوفمبر الساعة 8 صباحا بتفتح مهمته، بعطيك مهمة، المهمة بتعملها بتربح نقطة وبعطيك الايموشن. هون شو معناها والاخيرة شو معناها؟ معناها اذا انت خلصت الايام وما سويت اشي راحن عليك الايموشن قبل الاربعة، بعطيك فرصة اخيرة هون انك تربحهم الاربعة مرة واحدة بواحد 21 نوفمبر، بتنزل مهمة جديدة بتعملها ومطلوب منك بهاي الحالة تربح نقطتين مو نقطة واحدة. فممكن المهمة اللي بعطوك اياها تعملها مرتين لازم، اذا كان جائزتها نقطة ممكن لازم تعملها مرتين، وبتربح الاربع على موشن مره واحده اذا ما كنت ربحهم من قبل. طيب شو بضل عندنا؟ بضل عندنا الجلايدر اخر شيء والصوره، راح تقدر تربحهم الان اليوم، يعني مش شرط تستنى مهمه ساكورا او ساسوكي او كاكاشي، لا بتقدر تسويهم عند ناروتو اسهل شيء. ناروتو لو تلاحظوا عندك هون نتيجتك، وجنب النتيجه مكتوب معلم النقاط لليوم الواحد. شو يعني هاي؟ هذا تحدي اضافي، تحدي قوي. اذا انت جبت باليوم الواحد 35 نقطه بتربح الصوره والجلايدر. طب اذا ما لحقت ناروتو تقدر تسويه على ساكورا لما تفتح، بس بتغلبك، ممكن يكون التحدي صعب تاع ساكورا، لانه هون 35 نقطه بدك باليوم الواحد. طب انا كيف بدي اجيب 35 نقطه؟ بدي اجيب 35 كل، لانه ناروتو قايل لي كل تصفيه بنقطه، يعني كل كل بنقطه، فبدي 35 نقطه حتى اني اجيب معلم النقاط اليوم الواحد. شو دراني بهذا الحكي؟ لانه هي مكتوب هون اي مكافاه معلم اليوم. افتح معلم اليوم لتتلقى شاشة تحميل الجماعي وطائرة كوروما الشراعية. فأنا بنصحكم انكم تسوي هاي الشغلة وتفتح الجلايدر الآن على تحديات ناروتو، على تحدي ناروتو السهل، لأن ممكن التحديات اللي بعدها تكون أصعب. يعني ممكن واحد يجي يشوف المقطع يكون رايح عليه الوقت ناروتو إجباري يسوي التحدي على ساكورا، أو ممكن بعد يومين على ساسوكي، صح؟ فحسب شو المهم اللي بكتبوا لك إياها تحت الشخصية لما تفتح بدك تسوي. فإذا أنتم مهتمين بس بالجلايدر، عندنا روتو الآن لحق الوقت معك 14 ساعة قبل ما تقفل المهمة، إنك تجيب 35 نقطة، يعني 35 كل. اللي بتفوت تلعب سولو أو دو أو سكواد أو تريوس فقط، ما بصير تيم رامبل، ما بصير اطوار ثاني. فهي فكرة الموقع، بنصحكم تجيبوا الجلايدر على تحديات ناروتو لانها اسهل. وبس شباب بالنهاية اتمنى من كل واحد فيكم استفاد المقطع انه ينشره بكل مكان حتى الكل يستفيد، واذا في اشي مش فاهمينه اكتبوا بالتعليقات راح اساعدكم، ولا تنسوا تشاركوا بالجيفوير راح يكون على حزم ناروتو، فرابط مقطع الجيفوير بيكون بالوصف. وبس بالنهاية اذا ما كنتم مشتركين في القناة اتمنى تشاركوا فيها، واهم اشي لا تنسوا انكم تفعلوا زر الجرس، لا تنسوا اللايك، ولا تنسوا كود رايتم شوب YZYDD. وبس ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامة.